عندنا take after و name after، ما الفرق بينهم وش معانيهم؟ تعالوا نعرفهم مع بعض. Is your level advice Sam Ladam game? Pay him attention or Sam. Let's get this party started. Hold up, wait a minute. Salute. صلى وسلم على نبي محمد. اللهم صل وسلم على نبي محمد. اللهم صل وسلم على نبي محمد. زيد النبي صلاة. اللهم صل وسلم على نبي محمد. Take after بمعنى أنك تمشي على خطى شخص ما، أي بمعنى تقلده، أي بمعنى تحوذ حذوه. مثال أقدر أقول I take after my father، أنا أقلد والدي. ممكن أقول لك Don't take after me، I'm not a good role model to you، يعني لا تقلدني، أنا لست قدوة جيدة لك. I'm not your role model، أنا لست قدوتك. So please don't take after me، فتكفى لا تقلدني. أما name after بمعنى أنك تسمي ولدك باسم شخص ما أو بنتك طبعا حسب المولود حبيبي. أقدر أقول Can you please name your son after me؟ هل ممكن تسمي ولدك باسمي يعني؟ Can you please name your little girl؟ ممكن تسمي بنتك الصغيرة after me؟ Hey, don't name your son after me. لا تسمي ولدك إيش باسمي. Come on man, name her after me. تكفي ولد سمها باسمي. Come on man, name her after our mom. سميها إيش باسم أمنا. Come on, name your son or name him after our father. سمي باسم أبانا. واضح؟